اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. نادي الاهلي اليوم يفوز على الداخليه بهدفين دون رد في دور ال 16 ببطوله كاس مصر. بيرستاو صاحب الهدف الاول في الدقيقه 38 من صناعه محمد مجدي قفشه، صناعه رائعه جدا لقفشه، هدف رائع جدا لبيرستاو في مهاره كبيره جدا من بيرستاو. اهو الهدف امام حضراتكم. قفشه سرو حلو، سرو حلو. حسين الشحات ركن منطقة، بص الجمال بتاع سرو، سهل وبسيط، سهل الممتنع. وبيرستاو غمزها غمزه حلوه، حلوه قوي، لعيب ذكي وحريف يعني. ده هدف جه في الدقيقه 38 بعد فرص كثيره وكثيره للنادي الاهلي ضائعه في الشوط الاول، وان كانت الداخليه الى حد كبير كان واقف على رجله في الشوط الاول. شباك نادي الداخليه، الهدف الاول للنادي الاهلي بيرستاو من كره بينيه حلوه من قفشه من على قوس منطقه الجزاء، حطها له على نقطه الجزاء وهو جاي من الجناح الشمال كده، دخل على طول ما وقفهاش، خلى الحارس ياخدها قفشه. ده الهدف الثاني بقى، قفشه بنفسه سجله، تحس انه بيباص الكوره مش بيشوطها، بس حطها حلو، حطها حلوه. بص الاحتفال، بص الاحتفال، حته كده لمبابي ما عجبوش الاحتفال ده. لا طب ربنا، لا لا احتفل احتفال تاني. خد دي محمد مجدي قفشه، طبعا نجم المباراه، عمل اسيست وسجل هدف، ومعها الانذار طبعا عشان قلع التيشيرت. خد بالك قفشه لسه مضغوط، احساسه انه ما كنتش بشارك بشكل اساسي الموسم الماضي، بدأت أشارك مرة أخرى بشكل أساسي، عايز أثبت، مش يثبت نفسه يعني، بس يثبت إن هو في حالة جيدة. في دور الثمانية، لكن الناحية الثانية الزمالك وصل مع بيراميدز للدور قبل النهائي. دي أهداف المباراة للأهلي فاز بيها.